اوكي طلاب نكمل. خلينا ناخذ على سبيل المثال عندنا الانستراكشنز او الانستراكشن فورمات. طبعا الانستراكشن فورمات هذا the simplest way to formulate instruction. فراح يكون عندي هذا شكل الايعاز. طبعا بالحقيقة راح ادز لكم اكثر تفاصيل انه الايعاز مقسم الى جزئين، قسم يسمى الاوب كود والقسم الثاني يسمى ادرس. هذا الاوب كود وظيفته يحدد نوع الانستراكشن. اذا الانستراكشن هذا يحدد الانستراكشن تايب، اذا يحدد نوع الايعاز. يعني شنو نوع الايعاز؟ يعني هل هو الايعاز جمع طرح؟ فرضا الايعاز هل هو انه اللوجيك او انه ارثمتيك اوبريشن؟ اذا هنا يحدد لنا الايعاز الاوب كود الخاص بالايعاز، وهذا الادرس اللي هو الميموري لوكيشن. الميموري لوكيشن، اذا هذا هو الانستراكشن. the simplest way to express the instruction is instruction opcode and instruction address. you can set into two parts. the first one is called opcode, the second one is called the address. these two parts. okay. فلذلك عندنا على هذا المنوال راح نقسم عندنا instructions ان instructions types ان انواع الايعازات. اولا ان 3 address instruction. 3 address instruction. address instruction. okay. 3 address instructions انه نحتاج الى 3 خلينا نقول operands. يعني نحتاج الى 3 operands. شنو المقصود بالoperands؟ كانما نقصد بهم المتغيرات. خلي اضرب لك مثال. ما يقول عندنا مثال execute the following instructions using 3 address format. هذا عندك سؤال، انه هذا السؤال يقول نفذ الايعاز التالي باستخدام 3 address format. يعني لازم نستخدم 3 address format. شنو السؤال؟ x تساوي x تساوي c في b تقسيم r ناقص d. يريد نحل هذا السؤال باستخدام 3 address instructions. طبعا 3 address instructions مثل ما قلت لك انه شنو لازم استخدم 3 operands. وانت ماخذ بالمايكرو بروسيسر شنو المقصود بالاوبرانز؟ انه عندنا 3 variables. لذلك خطوة راح نقسم الحل الى مجموعة من الخطوات. خطوة رقم واحد، اولا شنو لازم تعرف انه هذا الخطوة الاولى. على سبيل المثال راح يكون عندنا نضرب سي في البي، فراح نقول ميول، تعرف علي عز الضرب ميول ار 1 سي بي. فهذا شنو راح يسوي الايعاز؟ هذا الايعاز راح وظيفته انه يضرب السي في البي ويخلي النتيجه بالار 1. اوكي، هذه خطوه رقم واحد. خطوه رقم اثنين نقول سب اطرح ار 2 ار شنو دي. فايش راح يسوي لنا هذا؟ هذا الايعاز يطرح R ناقص D ويخلي النتيجة بالR2. أوكي، هذه خلينا نقول خطوة رقم ثلاثة. راح شنو نسوي؟ نقول div تقسيم ونخلي النتيجة طبعا وين إذا نريد نخليها بالX فنقول X على اعتبار أنه هذه النتيجة، أو تريد تخليها فرضا بالR3 كرجستر ثالث. شنو راح يكون عندي؟ R1 R2. فهذا شنو راح يسوي؟ راح يقسم ال R1 تقسيم R2 ويخلي النتيجة وين؟ بالإكس. طبعا هذا الإكس تقدر تستبدلها ب R3 بحيث انه تكون النتيجة داخل ال R3. فهذا طبعا شنو راح يصير عندي؟ هذا 3 address instructions. يعني شنو عندي 3 address instructions؟ يعني عندي 3 operands. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. فعندي 3 operands، هذول يطلق عليهم operands.
اوكي، فهذا خلصنا من عنده انه الجزء الاول 3 address instructions. ثانيا ان 2 address instructions. اوكي، إعازات اللي هي شنو؟ تستخدم 3 address او 2 address instructions، واللي هي هذه على سبيل المثال، هذا ايضا منطق اياها. وهذا نفس المثال، راح نعيد نفس المثال ونحلها. طبعا هو هذه الامثله كلها محلوله، بس انا شنو هنا حتى يكون عندك للتوضيح. طبعا هذا الإعاز، هذه الإعازات طبعا شنو راح يصير عندك؟ بدل ما يكون عندي، بدل ما يكون عندي 3 operands، راح يكون عندي 2 operands، يعني راح يكون عندي المفروض فقط 2. إذن خطوة رقم واحد شنو نقدر نسوي؟ أولا خطوة رقم واحد راح نقول move R1، شنو راح نخلي؟ نخلي بداخلها أي واحد من هذه، فرضا نخلي بداخلها C. فشنو راح يصير هذا العنوان؟ هذا كخطوة راح تنتقل قيمة C إلى R1. أوكي، إذن هذا واحد. ثانيا شنو راح يصير عندي كخطوة رقم اثنين؟ نقدر مباشرة نقول ميول ضرب شنو R1B. فهذا شنو راح يسوي هذا الخطوة؟ انه يضرب، يضرب البي في بي في R1 ويخلي النتيجة وين؟ ويخلي النتيجة داخل ال R1. اوكي، هذه خلصنا من عندهم. ثلاثة أيضا نقدر نقول move، راح نحرك قيمة شنو ال R ونخليها بداخل، خلينا نقول على سبيل المثال R2، ونخلي قيمة ال R اللي هي هذه، يعني نخليها بداخل register اسمه R2. فهذا شنو راح يسوي؟ راح ياخذ قيمة ال R ويخليها بداخل register R2. أربعة شنو راح يصير عندي؟ هسه نقدر نقول طرع sub شنو R2 من هو D. فهذا شنو راح يسوي؟ راح يطرح قيمة ال R2 ناقص ال D ويخلي الناتج وين؟ يخلي الناتج بداخل ال R2، يعني كأنما طرح ال R، كأنما طرح ال R ناقص ال D. واضح؟ يخلي النتيجة. بعد شنو بقى عندي؟ لازم عندي عملية القسمة. إذا لازم عندي شنو عملية القسمة؟ فخطوة رقم خمسة شنقول؟ div راح شنو نقسم؟ منو يتقسم؟ لازم يتقسم ال R1 فارزة R2. حتى شي يصير عندي؟ راح يصير R1 تقسيم R2، والنتيجة وين تكون؟ بداخل ال R1، على اعتبار انه ال R1 بداخلها ال A، لحظة، بداخلها ال R في ال B، على اعتبار انه ال R في ال B هو يتقسم على من؟ هو يتقسم على ال R الناقص 2، فلذلك صار عندنا R1 تقسيم R2. فهذه تنتبه عليها، ضروري تنتبه على هذه الخطوات، يعني ما يصير تقول div، ما يصير تقول div R2 فارزة R1، لأن راح يقسم R2 على R1، وبالنتيجة يعني راح يقسم R ناقص D على تقسيم C في ال B. فهذه الخطوات تنتبه عليها، فصارت النتيجة هذه هنا. إذا تريد تدخل النتيجة بداخل ال X، فراح يصير عندي move، راح نحرك النتيجة X ونخلي بداخلها R1، حتى شنو هذه الخطوة؟ إذا X راح يصير بداخلها قيمة ال R1. إذا هذه هي شنو؟ هذه هي خطوات شنو؟ 2 address mode أو 2 address instructions. هذه هي yeah. طبعا حتى لا تلقى اختلاف هنا، فهو تقريبا نفس الخطوات، حتى إذا يعني أكو اختلاف في هذه. بعد شنو عندي؟ عندي ال one address، طبعا بقى عندي شنو؟ بقى عندي one address، one هذا رقم ثلاثة اللي هو one address instructions، one address instructions. اوكي، ايضا ناخذ نفس المثال اللي هو اكزامبل، نفس المثال x تساوي c في ال b تقسيم r ناقص ال d. طبعا هذا النوع من، طبعا هذا النوع من ال instructions format، انه نتعامل مباشره مع الاكيوميليتر اللي هو ac، يعني اذا نضرب ف
فالنتيجة راح تكون بداخل شنو؟ داخل الأكيموليتر. واضح؟ فإذا ضربنا صارت عملية الضرب، فراح تنضرب وين؟ نضرب فإعاز، يعني وين تكون النتيجة؟ تكون بداخل الأكيموليتر. فرضا على سبيل المثال، فأنا شنو أسوي؟ لازم شنو عندك؟ طبعا بالمناسبة عندك وين أدرس، يعني عندنا وين أوبراند، يعني ما أقدر. إذا وين أوبراند طبعا إعازات راح نستخدمها، هي عازات نفسها، ولكن شنو هو الاوبرند الثاني؟ يعتبر مخفي، واللي هو من هو؟ اللي هو الاكيوميليتر. خلي بالك يا ميل، اولا بالبدايه شنو عندي؟ عندي هذه وهذه وهذه وهذه، عندي اربعه. هسه نجي هنا، طبعا انت شو ما تبدي بيهم عادي، بس انت لازم شنو تنتبه الى شنو بالاخير؟ انه المحصله لازم يكون السي في البي هو تقسيم ار ناقص الدي. فخلي بالك يمي، بالبداية أنا شنو راح أسوي؟ أقول load load، خلينا نقول load r. شنو راح يصير؟ من أقول load r كأنما ال r وين تنتقل؟ تنتقل بداخل الأكيوميليتر، يعني بمجرد أنه شنو هذا مباشرة كل الإعازات أنت شنو جاي تسوي؟ تتعامل مع الأكيوميليتر، يعني هذا الأكيوميليتر مخفي، بس أنت من تقول له load r هو راح يأخذ القيمة ويخليها وين؟ بداخل ال R. فلاحظ وياي، ثانيا اذا نقول sub، لاحظ وياي sub D شنو راح يسوي؟ راح شنو يسوي؟ accumulator ناقص ال D ويخلي النتيجة بداخل ال accumulator. فهذه اللي اريدك تنتبه عليها، انه هو يطرح القيمة اللي موجودة بداخل ال accumulator، وهي من القيمة الموجودة بداخل ال accumulator احنا بنخلينا بداخلها ال R، فلذلك راح يطرح الاكيوميليتر ناقص الدي، ووين يخلي النتيجه؟ طبعا صارت النتيجه داخل الاكيوميليتر. اوكي، هسه شنو اسوي؟ اخزن هذه القيمه ستور، اخزنها في متغير اسميه تي، او حتى اذا تريد تسميه ار 1 فرضا ريجستر 1، فماكو مشكله. فايش راح يسوي؟ يخزن نتيجه هذه، وين يخزنها؟ بداخل التي. هذه يا نتيجه، نتيجة الطرح اللي هي R ناقص D، وين راح يخزنها؟ يخزنها هنا. اوكي، صارت النتيجة هنا. حتى شنو؟ حتى انا اخلي الاكيوميليتر يجي ينفذ لهذا العملية بعد ما كملنا هذه العملية. اذا هذه اربعة، هسه شنو راح نسوي؟ راح نقول ايضا load load شنو هو؟ C. فايش راح يصير؟ C وين تصير؟ بداخل الاكيوميليتر. خمسة ميوم شنو البي، فشنو راح يسوي هذا؟ يضرب الاكيوميليتر اللي هو بداخله من هو بداخله السي، يضربها وين؟ بالبي، ويخلي النتيجه بالاكيوميليتر. هسه شنو نقول؟ باعوا وياي ستة ديف ديف شنو ديف تي، شنو راح يسوي؟ طبعا هسه هذا الاكيوميليتر شنو صار بداخله؟ صار بداخله نتيجه السي في شنو في البي. هسه شنو اريد اقسم؟ فايش راح يسوي؟ راح يقسم نتيجه الاكيوميليتر، راح يصير عند الاكيوميليتر تقسيم التي، وين يخزن النتيجه؟ بداخل الاكيوميليتر. تعرف بعد الاكيوميليتر شنو صار بداخله؟ صار بداخل الاي في سي، في اي اكيوميليتر بداخل اللي هو السي في البي، على التي واللي هي التي بداخلها شنو؟ بتاخذها الار ناقص التي، وبذلك حصلنا على القيمه النهائيه سبعه. نقدر نقول ستور شنو هو اكس، شنو راح يسوي؟ يخزن القيمة اكيوميليتر داخل الاكس. هذا هو انه شنو عندنا؟ وان انستراكشن فورمات. واضح؟ هذا انه وان انستراكشن فورمات.